كمينيسترنت أغلقيا لو هاگري كفوك أن باقات أمات جيزي سدستورات لالمولا جيزيين بيهون بتاقلاي مينيسترنت أغلقيا لو لج اندال كاتشو مكونن بالا لو يتولد كوت واغمي سوستيكن بشيزت ايمتو اسرازت انعامت امرت باد دي سببا كتمانو تمرتين باد دي سببا كتما قداماوي هايل سلاسي تمرت بيت يكفتن عدرجات تمرتين دكمو بانجليز آگر بميگنوت اكستر كوليج نا اوكسفورد انفرسي تكتاتي بپوليتيكال ساينس يماسترس ديگرين بشيزت ايمتو ارباسو سامت امرت اغنچال لو وده هاگري كتمن لسكو بوحالام بشيزت ايمتو اربارات تامت امرت የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አታሼ በመሆን ሀገሪን ማገልገል ጀመርኩ ደረጃ በደረጃም የፕሮቶኮል ሹም የፖለቲካ ጉዳዮች ዳይሬክተርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር እስከመሆን ድረስ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰርቻለሁ ከጊዜያት በኋላም በእንግሊዝ የኢትዮጵያ አምባሳደር በመሆን ተሹሜ እያገለገልኩ ሳለ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ እንድሆን የቀረበልኝን ጥያቄ ተቀብዬ በዚያም በርካታ ስራዎችን አበርክቻለሁ يتبابروت منغسات درجتن ولت كيزي بممارت عقلق قلوت يبرماو تولاج جوتانت لتش أماري كيزي يمغودا درف اللاغوتن دليلاتشو سلاسا غوكو وطاتشو لبكو جوش وددر كفت تدرغة زمنو كزقازات ورنتي عقل لبتن دمونو جالن پولتيكا ميزاورو بخولت توايالان مالتم أمريكان ناروسيا فلاغوتن ناتك أملاي تمسرتو نبر سلهونم يتبابروت منغستاد درجت اهجو صحافي غلال تنياكا ميبالاگر يمرتال كميل جمتنا برا كزياب فيد الدلون أوروبا هولت جيزي اسيا اندجيزي سلاغنيو تراون لاليلاوي لقالو مبالون سماو يهوننجي مكاكلينيو مسراك بارب اسرائيل فتجاتو ودروس لنبر كزياب كبابي يميمت اهجو لما شنف يمياسفل لغون دقاف اندم ماياغين جمتشالو كدبوبنا كم كاكلينيو أمريكا غرات يمي متاجو ككوبا كالو نبستكر لمقبل أمريكا چگر باينو رباتم سوفيتو چوغن يدبوب أمريكا غراتن بمولو يا أمريكا غاشا جاگريو چادرگو سلمي كوترو كزيا كابابي لمي متاجو دقافاتشون ينفقالو بلو تنتانوش أسلتونا برا سلزي يتشالا قمت يتسدو لأفريكا هنا بتالمدو يا أفريكا وكيل تدرقال متوكو تارو توبيا اجو عال لماقرب كزي يتشالا قزيال نبرمنا انهم لزي سراتاجو يميقر ماتشو يزمنو مقنانيا بزوهن هقرو بأوفيسيال ديقا في ستاتشو يمجمرو أفريكا ويجو يتبابروت منقستا درجت وان ناس عافي سيل نبري تاراين بدرجتو يتوبيا قوامي ملك تنياوني بمسرابت قزيم يتبابروت منقستا درجت وان ناس عافي نتن بقرب يتملكت كتنبر بتلهم كشيزت إمتو عمساز تنيا متمرت اسكشيزت إمتو سلسان دا متمرت بنبروت سوستا متاتم يتوبيا يتتتاو مكربيت قزي عبال سلنبرج انيم هلت قزي تمرجي يتتتاو مكربيت ببريزدان تنت مرجالو بزيهو يتتتاو مكربيت يبريزدان تنت زمنيم بمكاكلين ومسراك بكوبروس بروديشيا بنامي بيانا بچكوزلوفاكيا يدرسو كوسوچن يمي ملكاتو سبسبوچ مرجالو بسرائيلنا بقبص مكاكل تورنت بتاكايد بتقزيم استاراكي ملك تنياونو ياغلق قلوتن ميستر بونار جارينجن يسجمكوت انيو راسي نبركو بتبابروت منغسات درجتي نبرنجن اغلق قلوتنا ببريتانيا انباسات درونجي مسراتي بالماكف بولتيكا لمساتف اندتا قادر قونيال بتلهم بزيق زيدقمو افريكا يالماكفون ما برساب لماغل قل يراسوان مينا يمتتشاوت بتقزي يدرس مسلو تايتو ينبر مسكرا ماياقن شزات امتو سلسارات تامت امرت رويترز كنيورك بلاكو زقباو كامستو ايالان اغرات عانديون اتشو فرنساي يوجه قدام منستير موريس هومان عديس يتمابروت منغسا درجت تمراج اوان ناس اعافي كنجلي زينيا ليلا فرنسا نعم يمينا قرمونا اللبت مالتا اتشون تقصو بزيو مسارت وسانيو فرنسا نعم ماينا قرو يولت اجوچن يممرت تسفاسي اجلم يسوستون دقمو يميالا ملمونو تقينتو علالة كي فيلاندو ماكس جاكوبسن مونو يسيلونو شيرلي اميراسينج فرنسا نعم ماينا قرمونا اتشون تقصو اني اوستراويو كورت والداهيمنا يچيلو تولاج دكتر بيل شاهيرا انجليزا نعم فرنسانيام تناغاري بموناتشو لما مرد بروت اسفالاتشو بلو نبر بمج الرشاقن تهاسا ساس راسو سكن شيزت ايمتو سلسارات تامت مرد يزتتاو مكربيت باك كايدو مرجع اوستراويون دوكتر هورت والداهيمن عرات تنياو يتبابروت منغساتو عناس عفيادر قو مردتاتشو بما قستو يتسبسبو يتبابروت منغسات تقلال لاغو بايم مرجعو ناس ادكو يقوه قوه اللتن يمنغساتو درجتو عناس عفينت كاتاو ሶስት አመት ቆይቼ ደግሞ ሀገር ኢትዮጵያ ክፉ ጊዜ ላይ በነበረችበት ወቅት
ለህወቴ ማለፍ ምክንያት የሆነውን የጠቅላይ ሚኒስትርነትን ቦታ ተቆናጠጥኩ። ከየካቲት እስከ ሐምሌ 1966 ዓመተ ምህረት ድረስ ብቻ በቆየው የስልጣን ዘመኔም እጅግ ስርነቀል የሆኑ ለውጦችንና ተሐድሶዎችን በመፈጸም በወቅቱ ይነሱ የነበሩ ጥያቄዎችን ለመመለስ የሚያስችሉ ፕሮጀክቶች እንዲነደፉ ጥረት አድርጌያለሁ። ነገር ግን ገና ከጅምሩ አንስቶ ባቢዮት የተናጡት ተሐድሮች እኔንም ከነባሩ አገዛዝ አካላት ቁጥር በመክተት ሲቃወሙኝ ቆይተዋል። ብዙዎቹ ገኔን መሾም በበጓይን በማየት እንዲያውም በሆሆታቸውም መትረየስ ሲተኮስ ይላል ሩም ታታ ካንተም እንዳይደርስ እንዳልካቸው በርታ እያሉ ሁሉ ይዘምሩልኝ ነበር። ስራይን ሁሉ ለመስራት እንቅፋት እስከመሆን ደርሰው ፋታ ስጡን እያልኩ እየወተወትኩ አዲስ የሚኒስትሮች ካቢኔን መሰየምን ጨምሮ አንዳንድ እርምጃዎችን ከመውሰድም ባሻገር የናክሊሉ አብተወልድን መታሰር በተመለከተም እየተደራደርኩ እያለሁ ነበር። ሐምሌ 15 1966 ዓመተ ምህረት ላይ ያቢዮቱን መፈንዳት ተከትሎ እኔንም ያሰሩኝ። ንጉሱ ልጅ ሚካኤል ምሩ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን እንዲይዝ ጠየቁና ተሹሙላቸው። አብዮተኞቹ ቀስ በቀስ መንግስትን በመፈረካከስ አቅም ካሳጡት በኋላ መስከረም 2 ቀን ንጉሱን ከዙፋናቸው አስወገዱ። በመጨረሻም ህዳር 14 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት በመፈንቅለ መንግስት ስልጣኑን የተቆናጠጠው ደርግ እኔን ጨምሮ ከ50 በላይ እስረኞችን ከታላቁ ቤተ መንግስት ወደ ዓለም በቃኝ እስር ቤት ወስዶ ረሸነን። ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊነት በተወዳደርኩበት ጊዜ የኔ የወት ታሪክ ከቤተሰቤ ጀምሮ ቢያውት በፖለቲካ ላይ ብቻ ያጠነጠነ እንደሆነ ተናግሬ ነበር። ትምህርቴም ዕውቀቴም ልምዴም ሁሉ በዚሁ ዙሪያ ነበር። ፖለቲካንም እወድ ነበር። በዚሁ መስክ ከፍተኛ ደረጃ ድረስ የወጣሁትም እንዲህ ጸንቼ በአንዱ ሙያ በመኖሬ ነው። በእርግጥ ሰዎች ሁለገብ መሆን ይችላሉ፣ ግን ደግሞ ይበልጥ ወደሚወዱት በማዘንበል አንዱ ላይ ጠንከር ብለው ቢሰሩ ስኬታማ እንደሚሆኑ አልጠራጠርም። ስለዚህ እናንተም የራሳችሁን አንድ መንገድ አጥብቆ መያዝን ከንያብነት እንደምትነሱ አልጠራጠርም። ምክንያቱም አንድ ዜጋ በተለወጠና ከፍ እያለ በሄደ ቁጥር የምታድገው ሀገር ናት። ስለዚህ ባላችሁ ዕውቀት ሁሉ ሀገራችሁን ገንቧት እላለሁ። ልጅ እንዳልካቸው መኮንን ነበርኩ።